السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا اليانسون في المنام أو شرب اليانسون في المنام. اليانسون في الحلم يدل على الخير والبركة. الشخص الذي يرى في الحلم بأنه شرب اليانسون فذلك سيكون زيادة في المال أو الراتب. شرب اليانسون في الحلم يدل على الرزق الواسع وفك الكرب. يدل اليانسون في بعض الرؤى على النجاح وتحقيق الأهداف. اليانسون في منام الرجل دليل على الهدوء الذي سوف يحصل عليه بعد التخلص من المشاكل التي يقع فيها. وعندما يرى الرجل اليانسون في الحلم فسوف يحصل على مال وفير من ربحه في التجارة. رؤية اليانسون في منام العازب تكون دليل على زواجه من امرأة جيدة السمعة. الرجل عندما يرى اليانسون الجاف يحصل على رزقا كبير من مصدر حلال. عندما يرى الرجل في الحلم بأنه شرب اليانسون فذلك يدل على علاقته الاجتماعية المتعددة التي سوف يكسب من خلالها الكثير من الأموال. ورؤية اليانسون في منام الرجل دليل على حب الناس إليه. قد أكد ابن سيرين في كتابه عن تفسير الأحلام أن من يجد نفسه يشرب نبات اليانسون في المنام فهو يرى إشارة ودلالة قوية للفرج وفك الكرب وسعة الرزق، وفي منام المرأة المتزوجة التي ترى نفسها تشرب يانسون فهو علامة للاستقرار وعدم وجود مشاكل وخلافات زوجية، والله تعالى أعلى وأعلم. اليانسون يدل على العلاقة الطيبة بين المرأة وزوجها، ويدل اليانسون الجاف للمتزوجة على حب زوجها لها والرزق الذي سوف تحصل عليه. أما اليانسون في منام العزباء المجفف فهو مؤشر بالخير واتساع الرزق. اليانسون بشكل عام في منام الحامل يدل على سلامة الجنين. اليانسون مؤشر بأن الحامل سوف تتخلص من المتاعب أثناء الولادة، ويدل اليانسون الجاف على الرزق الذي سوف تحصل عليه الحامل بعد الولادة. كما أن شرب اليانسون في الحلم يدل على فتح أبواب الخير والرزق للحالم وتحقيق الكثير من الأرباح في حياته. واليانسون في الحلم دليل على شفاء المريض وفك الكرب وإزاحة الغمم والهموم عن حياة الحالم وهدوء النفوس والمعيشة. كما أن رؤية اليانسون في الحلم يشير لحالمه على تحقيق الأمنيات والطموحات التي يسعى إليها في حياته بشكل عام. الموظف الذي يرى أنه يشرب اليانسون في المنام وكان يتلذذ بطعمه فدلالة رؤيته أنه سوف يترقى في عمله. ومن يدرس ويشرب اليانسون في المنام فبشرة خير على نجاحه. ومن يرى اليانسون الجاف في المنام فهو إشارة على النجاح والتفوق والميراث. ومن تتمنى أمنية معينة وترى اليانسون الأخضر يشير إلى تحقيق أمنياتها. اليانسون اليابس يشير للسعادة والرزق وحسن الحظ. ومن كانت ترغب في الزواج وترى اليانسون اليابس أو الجاف فدلالة ذلك أنه سوف يتم خطوبتها. ومن كانت مخطوبة وتحلم باليانسون اليابس في المنام فمعنى ذلك أن زواجها وعقد قرانها قد اقترب. ومن كانت تعاني من عدم الإنجاب فدلالة رؤيتها لليانسون اليابس أنها سوف تحمل. ومن كانت مريضة ورأت نفسها تشرب من اليانسون الجاف فتشير رؤيتها أنها سوف تشفى بإذن الله. ورؤية العازب لليانسون في المنام تشير إلى وجود امرأة بسمعة طيبة وأخلاق حسنة في حياته. ومن يرى أنه يقوم بشرب اليانسون الجاف أو يأكله فدلالة ذلك أنه سوف يتزوج من امرأة غنية وجميلة أو أنه سوف يتزوج من الفتاة التي يحبها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.